اللي عجبو هذا الفيديو يدير ابوني ويدير المشاركه ويبارطاجيه مع الاحباب ديالو، لانه هذا الموضوع خطير وهذا الموضوع راه داير بوم في مجال اليوتيوب. من العزاز، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا بخير وما خصكم حتى خير. تحياتي للجميع، تحياتي للناس اللي كيقولوا كلمه الحق فاش ما كانت. خوتي، في هذا الفيديو جيت الرد على واحد الفيديو اللي يلا شفتو هذه واحد الربع ساعه. جمال رحبت به واحد القناه اللي هي قناه الوانكم، احتراماتي لها واحتراماتي الصحفي الحقاني، احتراماتي لي واحتراماتي للقناه ديالهم. هذا الصحفي طرح بهذه الاسئله على جمال ويسنى به اجوبه يعني بكل صراحه. انا بالنسبه لي كانت اسئله اللي كنا نستناو كاع الاجوبه ديالها، ولكن الاجوبه اللي عطانا جمال بالنسبه لي انايا ما قنعتنيش. علاش؟ لان كيبان لي بانه جمال كيهرب من الحقيقه. كما قلت لكم في اللايفات ديال قبيلات وديال البارح، انا ما كنتهمش جمال بانه قتل الزوجه ديالو. هذه خارجه من النطاق ديالي وخارجه من القرارات ديالي، لان علاش ماشي محق انني نتهم شي واحد بالقتل بدون دليل. انا الشيء اللي باقي فيا في هذه القضيه هذه هما جوج حتى ثلاثه ديال الصوالح. الحاجه الاولى اللي هي باقيه فيا في هذه القضيه ديال اختنا سعاد الله يرحمها والله يوسع عليها، وهو انها كانت ضرب تماره والضرب الجفاف باش انها تصور شتك ديال الخبز وكتجيبو وكتعطيه له ليه هو. الحاجه الثانيه اللي باقيه فيا في هذه القضيه هذه انها الام ديالها قالت لك بانها يمكن كانت تمشي كتسعى عند المساجد. يعني هذا الشيء راه غريب، هذا الشيء ما يقبلوه حتى شي واحد. غير باش نكونوا واقعيين، لان علاش؟ لان انت اصلا عندك قناه وانت كتقول فيها الصحفي ديالنا المحترم انك القناه ديالك كتدخل لك الفلوس. انت قلتها بفمك وانت قررت بها بفمك، وقلت بان القناه ديال حسنيه حتى هي قناه كبيره وكان دخلكم للعاقه والفلوس، واصلا عندكم تقريبا 3 قنوات لواحد وكاملين كتدخلوا بهم الفلوس. هذا من الناحيه الاولى. ثانيا، عندكم المحسنين اللي كيصيفطوا لكم، كتلو تسعوا في اليوتيوب وكيصيفطوا لكم المحسنين. هذه قضيه ثالثه. الغريب في الامر انك انت عندك الفلوس وعندك مداخيل ديال المحسنين وديال الادسنس، وكتخلي الزوجه ديالك كتمشي الضرب الجفاف. سؤال غريب، وهذا هو السؤال اللي خصني عليه الجواب انايا. علاش ما كنتش كتطلب في الزوجه ديالك؟ علاش الناس ما كيعطوك السؤال واش مزوج كتقول لهم لا انا سيليباتير؟ علاش الناس ما كيجيو عندك للدار وتلاقاو الوليدات ديالك اللي هما جوج بنيات الله يحفظهم الله يشافيهم ويعافيهم، علاش كتقول لهم بنات اختي؟ وكتقول للصحفي المحترم ديالنا بانك كنت صغير وزوجك. هذه واحد 3 من 4 ايام كنت درت اللايف وقلت بانك تزوجت في 2010. اليوم عطاك السؤال الصحفي المحترم ديالنا قلت لنا ب 2009. ما عرف لا من شدوك واش بيديك ولا برجليك. قلت لنا كذلك بانه كان زواج فرصي، يعني انت ما كنتش تبغيها وهي ما كانتش تبغيك، ودرتو هذاك الزواج غير باش تفرحوا العائله ديالها والعائله ديالك، لانكم في العائله ديالكم كما بزاف ديال العائلات كتبغيو هذاك الشيء يبقى غير بيناتكم، دمكم يبقى عندكم. الغريب في الامر انك الا ذيك البنت كنت ما كتحبهاش وما كنتش تبغيها، وبانه مارياج فرصي كما كنسميوه حنايا هنايا الناس الكبار الناس المعقلين، علاش درت معها الدراري؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، واش هذا المارياج فرصي كتسميه نتايا فرصي، علاش ما كملتش معها 6 شهور ولا 8 شهور ولا عام، بما انك كتقول بانك بالديبار كانت العلاقه بيناتكم علاقه معكسه؟ يعني كاين القضاء وكاين الطلاق وكاين ديفورس باللغه الفرنسيه. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. ربي ما كيبغيش الطلاق، ولكن الا كان داك الشيء يعني كيخربق العائله بين الكوبل وكيدير بيناتهم مشاكل غير ذلك، فالطلاق احسن.
يعني كان التلق كان القذف كان محقق انك تمشي تلق في عوض ما دير لها جوج ديال البنيات وفي عوض ما انك ما تقبلش حتى ذوك البنيات ديالك طلش فيهم وما كتعطي لهمش هذاك الفرح وهذاك السرور وباش انهم يحسوا بانهم عندهم الوالد ديالهم هذاك الشيء ما عندهمش. شتك انا في اللايف مع هاد الصحافه كتقول بانك البنات ديالك رضا يعني نفسيا الله يشافيها والله يعافيها علاش ما درتش كل شيء في الوسع ديالك باش انك ما تبعدش عليها هاد المشاكل وباش انك اصلا في عوض ما تزيد دير الفيديوهات مع حسنيه وتزيد تخربق لها العقل ديالها ما كنتش دير داك الشيء غير بالستره بدون تصوير بدون فلوغ بدون حتى شي حاجه. واحد السؤال اخر علاش النهار كانوا يقولوا لك الناس واش متزوج علاش كنت كتنكر نهار كنت في العرس وكتشطح وكتزندق علاش قلت لهم سو سيليباتير وحاجه خطيره في هذا المده هذه الاخت المحترمه الله يرحمها ويوسع عليها علاش بانك كانوا عندك متتبعين وكنت معاهم في الكومونيكاسيون واتساب وتليفونات علاش ما كنتش كتقول للناس بانك متزوج هذا هو السؤال الغريب وعلاش ما درتش لايف وقلت للناس بانها الزوجه ديالك اللي عندك معها جبنيات هي اللي توفات وقلت لهم ديروا الدعاء مع بنت خالتي راه توفات فهذا الشيء غريب غريب انه واحد عايش مع واحد المراه وعنده معها جوج بنيات وينكر الجميل لان اللي بغينا نسمعوا بواحد المنطقه اخر الام ديالها بحمد كلمات قالت لك اودي كانت تضرب التماره وكانت تمشي مسكينه قاعده تسعى باش تجيب الفلوس وكانت تعطي لك باش تحسن وجهك دونك انت لو كنت تربح الفلوس من اليوتيوب وكنت كتربح بزاف انت قلتها بفمك والله شاهد عليك علاش كنت تخلي قال اصلا هاد الزوجه ديالك تمشي تضرب التماره واش انا في المثل خدام وقاد وواقف ويعني الحمد لله واش غادي نخلي المراه ديالي تمشي تضرب الجفاف ولا تخدم عند الناس باش تجيب لي الفلوس ولا تمشي تسعى في المساجد باش تجيب لي الفلوس هذا هو الغريب في هذه القضيه هذه. الحاجه الثانيه اللي درت فيها وانا معاك فيها وهو انه هذوك الناس اللي كيديروا الصور ديال المراه ديالك والاطفال ديالك ما عندهمش الحق قضيه الانسانيه ما يمكنكمش ديروا واحد المراه مسكينه الله يرحمها الله يوسع عليها اللي هي راهي في دار الحق وديروها في اليوتيوب وتدخلوا بها الفلوس هذا راه التجار بالبشر وانا هادشي ما نقبلوش وكذلك الاطفال ديالو لان الاطفال ديالو يقراو وانتم عارفين انه المجتمع ديالنا ما كيرحمش وعارفين بانه المجتمع ديالنا كل شيء كيسوق ليه وكل شيء كيبغي يعرفه وكل شيء يعني على اليوتيوب ما خصكمش تبهدلوا دوك الاطفال مساكين هذوك الاطفال مساكين ما طلبوا منكم حتى حاجه لا منكم لا من هاد الاب ديالهم فالقانون غادي ياخذ المجرى ديالو في هذه القضيه ونتمنوا انه الجمعيات الحقانيات يوقفوا في هذه القضيه هذه باش نعرفوا الحقيقه ديال هذا الموت ديال هذه الاخت سعاد. جمال قالنا في اللايف بانه دار الشكايات وراه غادي يدير الشكايات بهذوك الناس اللي خرجوا تهجموا عليه ولكن ما بغاش يعطينا الاسماء ديالهم. انا السؤال اللي كنعطي لجمال علاش ما بغيتش تقول الاسماء ديالهم واش خايف منهم ولا عندهم عليك اسرار خايف تجيب الاسماء ديالهم ويزيدوا يفضحوك. السؤال الثاني علاش هاد الناس كيحطوا لك الفيديوهات ديال الزوجه ديالك والفيديوهات ديال الابناء ديالك علاش ما دير لهمش السينيال لان من حقك دير لهم السينيال وتتابعهم اولا في اليوتيوب وتتابعهم ثانيا في القضاء لأن ما محقهمش يديروا بك التشهير. على كل حال انا كما قلت لكم في اللايفات ديالي وكما نقول لكم في هذا الفيديو انا هذا العبد عبد الله اللي هو جمال ما كنتهموش بالقتل وما عنديش الحق نتهمو بالقتل لا القتل ديال الزوجه ديالو لا القتل ديال الكلب اللي قالوا كاسدي مات مسموم. واحد الحاجه اللي اشار لها جمال عند الصحافه ديالنا المحترمه قال لك اسيدي باللي هو ما كانش حاضر من كانت الزوجه ديالو في المستشفى. هذا من ناحية ديالي انا شخصيا 90% ما عنده حتى شيء يعني يد في هذا الموت نتاع الزوجه ديالو.
لان ما يقدرش هو يكون في ازرو وفي نفس الوقت يكون في قنيطره. الحاجه الثانيه اللي اشر لها كذلك جمال وهو انه الطبيب الجراحي ديال التشريح اعطى له الاذن باش انهم يدفنوا هذيك الاخت المحترمه سعاد. هذا كيعني انهم داروا التشريح وكيعني انه ما لقاو حتى شي حاجه اللي هي حاجه غامضه كالقتل او السم او الضرب الى غير ذلك، لان لو كانت لقاو شي حاجه من هذا القبيل ما غاديش يعطيو لهم لوتوريزاسيون، ما غاديش يعطيو لهم لا سينياتور ديالهم باش انهم يمشيو يدفنوا هذيك البنت. والسؤال اللي غادي نعطيه للعائله ديال هذه الاخت المحترمه سعاد وهو علاش نهار عطا لكم الاذن باش تدفنوها، علاش تما ما درتوش واحد الاجراءات باش انهم يعادوا لكم التشريح؟ انا هذا هو السؤال اللي مخربود العقل ديالي. نورمالمون نتوما ديك الساعه من عارفين كاين تسمم على حسب ما كتقولوا نتوما، انا ما عنديش يعني شي يقين على هذا الشيء. هذا علاش ديك الساعه من عرفتوا نتوما هذه الاخت ماتت يعني موت ديال التسمم كما كتقولوا نتوما على لسانكم، علاش ديك الساعه ما طلبتوش من القضاء؟ كانت عاد جديده عاد يعني عاد فري عاد اللحم ديالها جديد وكلشي، علاش ديك الساعه ما طلبتوش يعني يعاودوا لكم تشريح اخر؟ حقيقه الامر هذا الموضوع الحزين، هذا الموضوع الخطير في نفس الوقت، لان هناك تهم خطيره طاحت على جمال. الناس تيحوا عليه الكلام وكيقول لك بانه هو اللي قتلها بالتسمم. هذا الشيء كلام خطير في وجوه يعني هذه القنوات التي يحوا عليها هذا الكلام. هذا انا ما كنتهمش لان ماشي محق نتهم، وبخصوص انني ما عندي حتى دليل ممسوس باش نتهموا به. باغ كونتر نقولها ونعاود نقولها، نهار القضاء ديالنا نهار يعاودوا التشريح ويعطينا ذاك التشريح بانه هذه المراه ماتت مسمومه، فغادي نوض ونعاود نغسل الجمال بالماء مقراصي. انا ما كنبغيش الظلم، وبالخصوص بحال هاد المسائل ديال القتل وهذا الشيء ديال الضرب والجرح ما عنديش معاه، لان هذا الشيء ما كيبغي لا ربي لا عبدو، وما عنديش الحق انني نظلم واحد الانسان بدون دليل. القضاء كاين، الدرك كاين، النواب كاينين، القانون فوق الجميع، والقانون لا يحمي المغفلين. انا هذا الشيء اللي غادي نقول في هذه القضيه هذه. احبابي الاعزاز، حظيو وليداتكم وحظيو بنياتكم وحظيو الزوجات ديالكم، راه يوم القيامه كلشي تحاسب عليه، كيفي كيفكم كلشي تحاسب على هذه المسائل هذو، لان ملي كتزوج كتكون عندك واحد القنطار تكون هزو على كتافك باش انا كتزوج وتقول انا متزوج، راه عندك مسؤوليه، راه عندك قنطار على كتافك. الا ما تقدرش تزوج بقى راسك، الا تزوجت ما تبغيش الاطفال ما ديش الاطفال، وما نظنش هاد المراه غترضى عليك وتزوج بك الا انت ما كنتش باغي دير معها الاطفال. والحاجه الثانيه اللي نقولها لجمال، مع احتراماتي ليه مع احتراماتي الحسنيه، جمال الا ما تقدرش على الاطفال ما تقدرش على الدراري والدريات، خطيك بالاطفال عيش راسك، واختك باللعب على بنات الناس، لان الله يمهل ولا يهمل. كما ما كتبغيش انت على اختك وعلى امك وعلى العائله ديالك، فراه كاع الناس كيف كيف ما كيبغوش على البنات ديالهم والعائلات ديالهم والبنيات ديالهم. هذا الشيء اللي كنقول في هذه القضيه هذه. اللي عجبو هذا الفيديو يبارطاجيه، واللي عجبو هذا الفيديو يدير البصمه ويدير الابوني. و كل يوم معكم اخوكم البركاني، تحياتي لكم قناه محترمه وحقانيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو جديد ان شاء الله، والله يسمعنا يسمع الخير. عزاز اللي عجبته هذه القناه وعجبه هذا الفيديو وهو متيقن بان هذا الكلام اللي كنقول انايا كلام في الصميم، ما ينساش يدير الابوني ويدير المشاركه ويبارطاجي هذا الفيديو اللي هو فيديو نقي ما فيهش كلام طايح ما فيهش كلام مسخ. نقول لكم الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.